تخريب بو تحصار حيز رخن. ولا يا حيال هي هيو مع الكورب هيو ما الاخرى هيو ما يعني. متابعينا اسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة. يعني قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، ومن ثم تبعتها عدد من الآليات العسكرية. الدنيا ساقعة فرزت. يعني متابعينا في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة بعدد من الآليات العسكرية. وتتواجد بالقرب من مفرق عرابي. يعني قوات خاصة قد اقتحمت حي سطح مرحبا ومن ثم تبعتها عدد من الآليات العسكرية. نحن معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية لتغطية اقتحام حي سطح مرحبا في مدينة البيرة. يعني متابعينا هكذا تبدو الصورة خلال عملية الاقتحام، اقتحام لحي سطح مرحبا في مدينة البيرة. يعني قوة عسكرية قبل قليل خرجت من معسكر سطح مرحبا باتجاه حي سطح مرحبا، جيبات عسكرية بالإضافة لجيب تابع للشرطة الإسرائيلية يقتحم حي سطح مرحبا في هذه اللحظات. الاقتحام بالقرب من مفرق عرابي. يعني تواجد له عدد من الجنود المشاة في محيط الاقتحام. الجنود المشاة يقومون بإرجاع السيارات المارة، يعني كما ترون تواجد للجنود على المفارق في محيط الاقتحام. جنود الاحتلال يقومون بتأمين مكان الاقتحام وإرجاع أي سيارة تمر من هذه المنطقة. يعني متابعينا قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة ومن ثم تبعتها عدد من الآليات العسكرية بالإضافة لجيب تابع للشرطة الإسرائيلية. يعني لا ندري ما هي الاقتحام حتى اللحظة.
نحن معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية. يعني أجواء باردة جدا بالتزامن مع عملية الاقتحام. يعني هذا الاقتحام لحي سطح مرحبا بالقرب من مفرق عرابي. نعفو يعني متابعينا، كنا معكم في هذا البث المباشر من اقتحام لحي سطع مرحبا. سنكون معكم في بث آخر في حال استجد أي جديد. دمتم سالمين.